ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. جنين أربك الحساب. في العام 99 900 ألف كان إبراهيم الحلشوم يبلغ من العمر نحو 65 عاما. كان يسكن ولاد حدو التي لم تكن تبعد عن الدار البيضاء سوى بنصف ساعة. في ولاد حدو يملك العم إبراهيم نحو 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية جيدة التربة، فيها كان يعمل، ومنها كان يعيل أسرته المتكونة من زوجته وبناته الست. لم يرزق العم إبراهيم ولدا، ولكنه كان سعيدا. زحف العمران على الأراضي الفلاحية وصار يلتهمها الهكتار تلو الهكتار، وفجأة صارت أراضي العم إبراهيم تغري المنعشين العقاريين. كثيرون هم الذين توددوا إلى العم إبراهيم، ولكن الشيخ كان يتمنع، ولكن إلى متى؟ ألح على بابه المنعشون العقاريون وصياد والفرس. كان يتلقى عروضا لم يكن يسعها خياله البسيط. كانت أصداء العروض تصل تباعا إلى زوجته وبناته، كن تضغطن عليه ليقبل. باع الأرض لشركة عقارية بمبلغ مهم مكنه من شراء ضيعة في أطراف مدينة برشيد، كانت في الماضي في يد معمر فرنسي. استقر العم إبراهيم مع أسرته في الضيعة الجديدة، جعل كل وقته لاستصلاحها والاعتناء بها. في وقت يسير استعادت الضيعة رونقها، ولكن زوجة العم إبراهيم وبناته سئمن حياة الضيعة، كن ترغبن في السكن في المدينة. للاستجابة لرغبتهن اشترى العم إبراهيم فيلا جميلة في سيدي معروف بالدار البيضاء. استقرت البنات وأمهن في الفيلا، بينما فضل هو البقاء في ضيعته القريبة من برشيد. من حين لآخر كانت البنات وأمهن تزرنه في الضيعة، وبين فينة وأخرى كان يأتي إليهن في الفيلا. كان المال وفيرا لدى العم إبراهيم، ولذلك نرى بناته وزوجته يقبلن على حياة المدينة بنهم يلامس حدود الإفراط أحيانا. وبينما كان الشيخ يحافظ على إيقاع حياته كفلاح، ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ فجرا، كانت زوجته رحمة وبناتها تتهافتن على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة. صارت فترات زيارتهن العم إبراهيم تتباعد، وصار العم إبراهيم الذي رغم بلوغه العقد السابع من العمر يتمتع بكامل عافيته صار يستشعر هذا التباعد. صار يحس الوحدة. زوجته رحمة آثرت فيلا سيدي معروف على الضيعة. لما يأس من عودتها إلى الضيعة فاتحها في موضوع لم يكن يخطر ببالها يوما أن يفاتحها فيه. الشيخ إبراهيم يريد الزواج، لقد مل الوحدة في الضيعة. أعرضت ولم تعر كلامه أدنى اهتمام. عزم العم إبراهيم، لقد حسم أمره. كان في الضيعة كوخ يسكنه مزارع برفقة زوجته وابنته. كانت البنت في حدود 25 من العمر، اسمها شافيا. تيمن الشيخ باسمها وأراد أن تكون شفاء لوحدته. خطبها من والدها، رضيت فزوجها إياه. أقامت حفل زفافها وانتقلت لتعيش معه في منزله بالضيعة. كانت سعيدة، انتشلها من حالة الفقر المدقع التي كانت تعيش فيه. الآن وقد تزوج الشيخ صارت شبه منعدمة زيارات بناته. زوجته رحمة لم تعد تفكر فيه. كان سعيدا بزوجته الشابة،
لقد أعطت لحياته معنى، ولذلك نراه كلما ذهب إلى المدينة إلا وعاد يحمل إليها ما يرضيها من الهدايا. ذات مرة أصيب بنزلة برد ألزمته الفراش بضعة أيام، كاد المرض يذهب بحياته. في تلك الأيام أبدت شافية عناية فائقة بزوجها. ذات صباح وكان قد بدأ يتعافى من وعكته، استيقظ باكرا لم يجد شافية بجانبه. لما نهض يريد إلى الحمام اكتشفها في غرفة مجاورة، كانت تصلي. سمعها تتضرع إلى الله تدعوه أن يشفي زوجها، لم تشعر به. لما كان على مائدة الفطور سألها أين ذهبت لما استيقظت، أجابت بأنها إنما خرجت لقضاء الحاجة، أرادت أن تبقي صلاتها خالصة لله. عجب الشيخ لقوة إيمان شافية وازداد حبا لها. استعاد العم إبراهيم عافيته واستأنف نشاطه، ولكن مرضه الأخير بدا وقد حمل إليه أكثر من رسالة. رأى حب شافية وتعلقها به وعاين قوة إيمانها. قال ذات يوم في نفسه: إذا ما حل الأجل المحتوم فإن بناته وزوجته الأولى لن تتركن لشافية سوى الفتات إذا لم تجدن طريقا إلى إقصائها. استشار صديقا له من العدول في موضوع الهبة، ولما علم أن بإمكانه أن يهب شافية مما لديه من متاع وهبها الدار والأرض، وفتح باسمها حسابا بنكيا أودعه مبلغا ماليا محترما. طلب من صديقه العدل أن يبقي على الأمر سرا وأن لا يكشفه إلا في حالة وفاته. في صيف العام 2009 في موسم الحصاد كانت الحرارة شديدة، وكان العم إبراهيم منهمكا في جمع المحصول، أصيب بضربة شمس، نقل إلى المستشفى، ولكنه لم يلبث أن أسلم الروح إلى بارئها. لما علمت زوجته الأولى رحمة وبناته بوفاته ألححن على نقل جثمانه ليدفن في الدار البيضاء، قلنا إن ذلك سيتيح لهن إمكانية زيارة قبره. اتصلنا بعدل من برشيد، كان رجلا مسنا مجربا، للقيام بإحصاء للتركات وإعداد وثائق الإراثة. حاولنا إقصاء الزوجة الثانية شافيا. شاءت الأقدار أن يكون العدل الذي قصدته رحمة وبناتها هو العدل صديق الراحل العم إبراهيم الذي استأمنه على الهبة التي خص بها شافيا. وما أن علم أن النسوة هن من ورثة الراحل إبراهيم حتى استمهلهن، وأبلغ قاضي الأسرة الذي أمر بإحضار الأرملة الثانية للهالك. أصر القاضي على انتظار فترة العدة حتى يتبين ما إن كانت شافية حاملا. بعد شهرين ثبت أنها حامل، ولذلك قرر القاضي تأجيل القسمة إلى ما بعد الولادة. الحساب يختلف باختلاف جنس المولود المنتظر. وجدت رحمة وبناتها أنفسهن إزاء معادلة لم تكن لهن في الحسبان، ولذلك اخترن سبيل المناورة وكثيرا من النفاق في التعاطي مع المسألة. أكثرنا من زيارة شافية في الضيعة، وكنا حريصات على إظهار حرصهن على المولود القادم. لقد علمنا من الطبيب أنه سيكون مولودا ذكرا. كانت خطتهن تقتضي أن تضع شافية مولودها في مصحة خاصة بالدار البيضاء، قلنا لها إنها ستحظى هناك برعاية خاصة. في المرة الأخيرة التي فحصها الطبيب توقع لها أن تتم الولادة بلا تعقيدات تذكر، مع ذلك طمأنها بأنه سيكون مستعدا للحضور إذا ما اقتضى الحال ذلك، وأن القابلة التي ستباشر توليدها هي من خيرة القابلات في المصحة. اطمأنت شافية، ولما جاءها المخاض نقلت إلى المصحة حيث وضعت مولودها بسهولة كما توقع الطبيب. كانت رحمة وبناتها تتناوبن على الغرفة التي نقلت إليها النفساء، غايتهن تحويل انتباهها عما سيحدث. كانت شافية تنتظر أن تأتيها القابلة بمولودها لترضعه وتضمه إليها، ولكنها جاءتها بالخبر المفجع. قالت لها إنه ولد ميتا، وبلغة كلها نفاق ورياء كانت تدعو الله أن يعوضها خيرا. لم تصدق شافية ما قالته القابلة، قالت إنها تريد أن تراه ولو كان ميتا. بعد لحظات جاءتها القابلة بجثة مولود.
انطلت الحيلة على شافية. في تلك الليلة لم يحضر الطبيب المكلف بمتابعة حالتها، ولكنه حضر في الصباح، وكانت شافية أول من زار من النزلاء. سألها عن الولادة، لم تجبها، قالت إنه ولد ميتا كما أبلغتها القابلة. استعصى عليه أن يتقبل ذلك، لأنه كان قد فحصها قبل الولادة بيوم وكان كل شيء طبيعي. قالت القابلة إن المولود فارق الحياة بعيد ولادته. ظن الطبيب أن القابلة ارتكبت خطأ مهنيا تسبب في وفاة المولود، ولذلك طلب منها أن يعاين الجثة. ولما كان في الطريق إلى براد حفظ الجثث، قطعته رحمة ضرة الشافية وطلبت منه أن يحرر لها شهادة تفيد بأن المولود توفي. استمهلها وطلب منها انتظاره في غرفة مجاورة لمكتبه وواصل طريقه. لما فتحت القابلة الباب فاجأه أن الجثة التي هناك إنما هي جثة لمولود ولد ميتا وأمر قبل 3 أيام بدفنها. تبين للطبيب أن وراء الأمر سرا يتعين استجلاؤه. في الآن نفسه كان يحرص على أن لا يتسرب الخبر إلى الصحافة لما سيكون له من أثر على سمعة المصحة. اتصل بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وكانت تربطه به علاقة صداقة، فأمر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالانتقال إلى المصحة أو أن ينتدب من يقوم بذلك، وطلب منه إجراء تحقيق يبقى طي السرية. بعد نحو ساعة كان العميد إحسان بومشروط في مكتب الطبيب مدير المصحة. قدم له جميع الممرضين وضمنهم القابلة التي كانت في الخدمة الليلة الماضية، وكذلك مختلف الأعوان، كما دله على الغرفة التي استبقى بها رحمة ضرة شافية. استهل العميد بومشروط مهمته بالتحقيق مع القابلة. أصرت على ما قالته للطبيب، ادعت مرة أخرى أن مولود شافية مات بعيد ولادته. أبقاها رهن الحراسة، كلف بها أحد أعوانه، ثم انتقل إلى الحارس الليلي ليسأله. علم منه أن القابلة غادرت المصحة أكثر من مرة في تلك الليلة، تمضي على متن سيارتها ثم تعود بعد وقت قصير. لما واجهها العميد بهذه المعلومات ردت بأنها فعلا خرجت من المصحة أكثر من مرة، لأنها كانت مضطرة لتفقد صحة والدتها المريضة. بما أنه لم يتوصل إلى دليل فقد أخلى العميد بومشروط سبيل القابلة، ولكنه في الآن ذاته أوكل إلى أحد مساعديه مراقبتها من بعيد. خلال الحديث الذي أجراه مع الطبيب تبين أن الوتيرة التي كانت تغادر بها القابلة المصحة ثم تعود لا يمكن أن تكون سوى وتيرة إطعام رضيع حديث الولادة. إثر ذلك طلب العميد إحضارها ولم تكن قد غادرت المصحة بعد. ما أن مثلت أمامه حتى تناول حقيبتها اليدوية وبادر إلى تفتيشها. اكتشف بها حزمة من الأوراق النقدية ملفوفة بعناية، قيمتها 20,000 درهم. عثر العميد أيضا على أقراص عرضها على الطبيب الذي أكد أنها أقراص تعطى لحديثي الولادة لمقاومة بعض الأوجاع. بالنسبة للعميد إحسان بومشروط فإن في ذلك إشارات إلى احتمال وجود المولود في منزل القابلة، ولذلك طلب أن تصاحبه إلى منزلها للتأكد من قصة والدتها المريضة. طلب أيضا من الطبيب أن يرافقهم. ما أن اقتربوا من باب الشقة حتى تناهى إليهم صراخ الوليد. أمرها العميد بفتح الباب. في الداخل وجد امرأة مسنة تحمل الوليد بين يديها. قالت إن مشغلتها سلمتها إياها الليلة الماضية وطلبت منها أن تعتني به إلى أن تعود من المصحة. قالت إنها ظلت تتردد الليلة الماضية عليها كل 2 أو 3 ساعات، وكانت تضع في رضاعته دواء ولكنه لم يتوقف عن الصراخ، وأردفت: أنا أعمل في البيوت ولا دراية لي بالعناية بحديثي الولادة. هل من مجال للإنكار؟ لم يعد هناك مجال للإنكار. اعترفت القابلة بأن رحمة أرملة الراحل إبراهيم الحلشوم وبناتها اتصلن بها وعرضن عليها 20,000 درهم لقاء إخفاء الوليد وإيهام شافية بأنه مات. قالت القابلة
إنها وافقت لأنها كانت في حاجة ماسة إلى المال لسداد ديون تراكمت عليها. أبلغ العميد بمشروط النيابة العامة التي أمرت بإحضار بنات الهالك إبراهيم وأمهم لاستجوابهم في قضية سرقة وليد شافية والغرض من ذلك. كان الغرض الالتفاف على الحقوق الشرعية لشافية ولوليدها. تابعت القضية مسارها بينما عادت شافية تحمل وليدها إلى منزلها في الضيعة. ملفات بوليسية.